هلا رح روح خبرهم ليجهزوا حالهم. لا 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 عمي، روح المساء وخليك هنيك، نحن بنجي لعندكم وبعدين بنطلع. ماشي. السلام عليكم. خير، شو جابك لهون؟ ماني جاي حتى اشوفك ولا حتى سلم عليك. شو بدك قولها؟ اطلع لبرا ولا اتركوه. احكي. ابو الرجا وجماعته بدهم يفوتوا على حارتكم فوتي لاول ما لاخر. شو؟ مثل ما عمل لك. وديروا بالكم على حريمكم من هاشم والضيفه اللي عندها. حريم؟ رح يفوتوا عليكم بسلاح هي وبسلاح وناويلكم علنية سودا. وانت ليش معذب حالك وجاي تحذر؟ شنو حريمكم حريمنا وشرفكم هو شرفنا وارضكم ارضنا. صخر، هاي وحده كثير كبيره منك ما رح انسى لك اياها. يا كبير معلم ابو عامر، بلغتنا عم يكذبوا علينا. لا يا كداس، هذا الحكي مزبوط. بعدين هذا القبطاي غير ابوه لانه معدن وطيب. شو عليه؟ هلا منشو كداس؟ تجمع شباب الحاره واوعك حدا يدرى. امرك معلم. صياح، بتروح انت وغريب بتجيبوا السلاح من المحل اللي خبيتوا فيه. صار يا كبير. الله معكم. جاي لعنا برجليك يا ابو الرجاء، لك 100 اهلين وسهلين.